أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم المنوع فنون. يحيى عمر قالك في يا زين، يحيى عمر قالك في يا زين، سالك من كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خضب بنانك من شكلك حرز في حرزين، من شكلك حرز في حرزين، شكلوا لك ومريانك عليش يا ناقش الكفين، أسالك بحسنك وإحسانك، سالك بحسنك وإحسانك، أسالك بحسنك وإحسانك. قلب للبيع هي أول عمل قصصي لشاعرنا الأستاذ محمود الخصيبي. أستاذ محمود، في البداية نحب نقول لك مبروك على الكتاب الجديد. وأنا أشكركم بدوري وأشكر جميع المشاهدين. أهلا وسهلا بالفنان الكبير. أهلا بك. نتعرف على الاسم؟ أنا لي أسماء كثيرة كلها مشهورة. طبعا ما رح نسألك عن شغلك لأنها موضوع المسابقة. طبعا. طب شلون نقدر نعرفك؟ من صوتي طبعا. من صوتك بس؟ بس. مكان عملك وين؟ تو قلت ليش مكان عملي؟ عربتي شغلتي. نسمعك شلون ووين؟ لو دستي على الزر تسمعيني، ممكن تسمعيني في السيارة أو في البيت أو حتى على البحر أو على الطيارة. أعزائي المشاهدين، كانت هذه هي مسابقة الحلقة الرابعة. المطلوب معرفة مهنة صاحب الشخصية التي أجرينا معها الحوار.